السلام عليكم، معكم أحمد الرسام. سوف نختصر كل المعلومات في كلية الإدارة واقتصاد، بيها 6 أقسام من الأفضل إلى الأسوأ من ناحية التعيينات، راح أعددها ولازم تركز عليها. المعدل أيضا راح أذكره بآخر المقطع، لازم تعرفه قبل ما تدخل هاي الكلية اللي أكثر الناس راح يدخلوها لأن المعدلات مالتها متوسطة. أوكي، اختصر المعلومة. أفضل قسم بالتعيينات اللي هو المحاسبة. ليش؟ لأن المحاسبة هو العمل اللي يطلبه كل دائرة حكومية لتوزيع الرواتب، وكل شركة أيضا لتوزيع الرواتب والحساب الأرباح والخسائر بالشركات. الشغلة الثانية أنه هاي العمل راح يطورك من ناحية أي عمل ثاني، يعني أنه تقدر تحسب الأرباح والخسائر لأي عمل راح تقوم به بالمستقبل. الشغلة الأهم أنه هاي العمل، أنه كان شركات أو إذا كان حكومي، لازم تعرف أنه الراتب يختلف بين الاثنين. الحكومي يكون راتبه ضعيف، تقريباً ما يتجاوز 400,000 كأقصى حد، أما إذا تتعين بالشركات ممكن يوصل الراتب إلى 600 و700 أو حتى 800,000 حسب الأرباح اللي راح تجي للشركة هاي نفسها. هاي بالنسبة للمحاسبة. أما بالنسبة للإحصاء والاقتصاد اللي يجي وراهن، فتقريبا ضعيف نسبيا الطلب عليهن بالوزارات أو حتى بالشركات. الشغلة الثانية اللي هي علوم المالية والمصرفية، أنا أشوفه المركز الثاني بعد المحاسبة، لأن مطلوبة أيضا بالحكومة من ناحية المصارف ووزارة المالية وحتى بالمصارف الأهلية. فإذا هاي قسمين مطلوبات جدا. يبقى عندك 3 أقسام: الإدارة الصناعية، طبعا هاي في وزارة الصناعة وأيضا مختصة في إدارة المصانع بشكل عام أو بشكل خاص حسب إذا كانت أهلية أو حكومية، لكن بسبب أنه دولة غير صناعية حاليا فبالنسبة لهذا القسم ضعيف أيضا من ناحية التعيينات. يبقى عندك القسمين المهمات، هي قسم الإدارة العامة وإدارة الأعمال، إدارة العامة وإدارة الأعمال. هاي القسمين أيضا نوعا ما اختلاف جدا بسيط، أوكي، من ناحية الطلب بالشركات أو حتى بالوظائف العامة. أيضا القبول عليهم ضعيف جدا بالنسبة للتعيينات الحكومية، لكن أيضا مقبولة نوعا ما بالشركات. فلازم تعرف أنه أفضل شيء المحاسبة والإدارة المالية والمصرفية، وبعدين تيجي وراها إدارة أعمال والإدارة العامة. طبعا بالنسبة للمعدلات، المعدل هو من 65 إلى 75 إلى 85. ليش؟ لأن هاي المعدلات تعتمد على المحافظة اللي راح تقدم عليها. إذا كانت بغداد طبعا المعدلات ممكن توصل إلى فوق 80 للصباحي، والمسائي يدوب فقط 70s، فهذا لازم تركز عليه جدا مهم. طبعا هاي الكلية أيضا بيها مسائي، والمسائي تقريبا يقبل 60s وحتى تقريبا 59، لكن الأقسام ضعيفة. أما الأقسام الأفضل هي فوق 65، ممكن تقبلك حتى محاسبة مسائي أو إدارة أعمال مسائي أو إدارة عامة مسائي. وبالنسبة أيضا للموازي، أيضا ممكن خلال درجتين بعد الصباحي، يعني إذا طلع الصباحي 85 وقبل محاسبة ممكن أنت تطلع 82 وتدفع فلوس الموازي اللي هي تقريبا 1.5 مليون أو 2 مليون حسب القسم اللي راح تدخله، فراح تدفعها وتداوم حالك حال أي واحد بالصباحي. بعد ما شفت كل أقسام الإدارة الاقتصاد وأيضا المعدلات، أتمنى تتابعنا وتسوي اشتراك ولايك، لأن هذا ضروري يوصل لكل الطلاب، لأن هذا الفيديو مهم حتى الناس قبل ما تتورط أو ممكن تحب هذا القسم تدخله إذا فادها بالمستقبل.